أدان الأزهر الشريف الانتهاكات الغاشمة في حق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس عقب الاحتجاجات التي نظمها الفلسطينيون لمنع تهجير سكان الحي والاستيلاء على منازلهم. وأكد الأزهر تضامنه الكامل مع أهالي حي الشيخ جراح والشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، ودعا البيان العالم أجمع لإدانة هذه الأفعال الهمجية ومناصرة الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والقضية العادلة. وينضم إلينا من القاهرة الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. دكتور عبد الغني، أهلا بك معايا. والحقيقة مش أول مرة يدين الأزهر الشريف طبعا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. هل البيان هذه المرة جاء بجديد، ولا هو إعادة مرة أخرى وتكرار للموقف التاريخي للأزهر من القضية الفلسطينية؟ دكتور عبد الغني، طيب هنعاود الاتصال مرة أخرى. يعني زي ما احنا ما شفنا وكلنا ما تابعنا طبعا الموقف التاريخي الحقيقة للأزهر الشريف والبيان اللي أصدره ضد الانتهاكات، يعني الانتهاكات بحق الفلسطينيين الموجودين داخل القدس. حقيقة مش الأزهر فقط اللي أصدر بيان، طبعا الخارجية المصرية أيضا كانت أصدرت بيان أيضا ضد الممارسات الاحتلال الإسرائيلي داخل القدس وضد ما يتعرض له الفلسطينيين هناك. و دكتور عبد الغني، حضرتك موجود؟ دكتور عبد الغني، ايوه اهلا بك يا دكتور. وكنت بسأل حضرتك، هل الموقف، هل يعني مش اول مره طبعا الازهر الشريف بيدين الانتهاكات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي، هل البيان هذه المره بيحمل جديد، ولا هو تذكير مره اخرى بموقف الازهر التاريخي من القضيه؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا احنا في الازهر ثوابت بالنسبة لموضوع القضية الفلسطينية، وده في الحقيقة يعني خط عام لموقف الدولة المصرية بعدم الاتجار بالقضية الفلسطينية إلا في التعبير عن المواقف اللي بتعبر عن الضمير الوطني، ليس المصري وفقط، ولكن بعتبر أنه هو الضمير الوطني العالمي فيما يتعلق بقضية فلسطين وبقضية القدس. المشهد الذي حدث بالأمس والمحتل الصهيوني أن يسعى لترحيل المواطنين في مساكنهم هي قضية لابد لضمير المجتمع الدولي الأزهر يطلق صرخة لضمير المجتمع الدولي أن يكون هناك ردة فعل الوقوف ضد هذه الممارسات التي لا زالت تتكرر. وللأسف الشديد المجتمع الدولي ومنظماته يغض الطرف عن مثل هذه المنظمات. لذلك عندما يخرج بيان من منظمة ومن مؤسسة كبيرة جدا ومهمة داخل دولة لها دور كبير جدا ووطني في قضية فلسطين، أعتقد أنه أمر في غاية الأهمية، ويتم لفت الأنظار لهذه القضية بشكل كبير جدا، لأن الاستجابة لما قامت به أو ما قام به المواطنون من الداخل الفلسطيني لا بد أن تكون هناك استجابات كبيرة جدا من الخارج، ولا نتركهم بمفردهم في مثل هذه القضايا. طيب دكتور عبد الغني، بيان الأزهر قال تحديدا إرهاب الكيان الصهيوني، إيه الدلالة لاستخدام الأزهر لفظة إرهاب؟ الإرهاب هو بالمعنى الدولي وبالمعنى الفقهي هو مسألة تخويف الآخرين وإرهابهم وما يمارس بالنسبة للكيان المحتل مع المواطنين الفلسطينيين الذين لهم حق المواطنة في أرضهم وفي بلادهم، هو بالأساس إرهاب، سواء بالمعنى الإنساني أو سواء حتى على المستوى الدولي. قضية الإرهاب لابد أن لا نحصرها فقط بالإرهاب الذي يمارس من الجماعات، ولكن هذا إرهاب دولة تقوم به دولة بشكل منظم ضد مواطنين أبرياء، وهذا موقف يعبر عن هذا الضمير الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية ويتبناه الأزهر الشريف باعتباره أنه يعني حس وطني مهم جدا ونفس وطني مهم جدا يعبر عن هذه القضية بشكل يعني
في الماضي وفي الحاضر. يعني أتذكر ليس فقط منذ 48، الأزهر حتى قبل 48 كانت فيه أوقاف لترميم قبة الصخرة وللعناية بالمسجد الأقصى، وهو أمر تجدر الإشارة به أن الجزء الأثري والتراثي أيضا بالقدس الشريف وبالمنطقة المباركة لا بد أن يكون محل رعاية من كل المؤسسات العلمية والتعليمية والتاريخية في العالم العربي والعالم الإسلامي. فدعيني وأقول ومنظمات المجتمع العالمي التي تسعى إلى العدل وتسعى إلى المساواة وتسعى إلى التعايش الإنساني، إذا أراد العالم بصدق أن يحارب الإرهاب لا بد أن لا يكيد بمثالين، لا بد أن يكون هناك عدالة في هذه القضية الجوهرية بالنسبة لمنطقتنا العربية وبالنسبة للعالم الإسلامي وبالنسبة للضمير الإنساني العادل. لا بد أن نقضي على مثل هذه القضايا لأنها مبرر للعديد جدا من الجماعات في الإرهاب وفي النزعات الطائفية التي تسعى إلى التدمير من هنا أو من هناك. طيب دكتور عبد الغني، زي ما انا ما قلت الخارجيه المصريه هي ايضا اصدرت بيان بيدين نفس الممارسات الاستيطانيه داخل القدس. يعني البعض، خليني انقل ليك صوت البعض. الحقيقه البعض بيقول كان كافي جدا ان يعبر عن الدوله المصريه بيان الخارجيه المصريه، وما كانش في داعي ان الازهر هو كمان يصدر بيان وخلي المؤسسات الدينيه لا تتدخل في الشؤون السياسيه مثل هذا الشان. ايه رايك؟ من ينادون بهذا هم للأسف الشديد من حاربوا قضية القدس. الصراع، تخيلي أن الصراع بدلا من أن يكون صراعا إسلاميا أو بدلا من أن يكون صراعا إسلاميا مسيحيا مقابلا، وبدلا من أن يكون صراعا أو من يكون صراعا عربيا، جعلوه صراعا فلسطينيا فلسطينيا أو صراع فلسطيني إسرائيلي. هذا تضييع للقضية. الأزهر وما يعبر عنه كأكبر مؤسسة إسلامية تقع في أهم دولة إسلامية وعربية في المنطقة، هو يمثل وصوته صوت مهم جدا في التعبير عن القضايا العادلة. ومن ضمن هذه القضايا، من القلب منها ومن التفكير منها ومن القضايا التي يتم رسم السياسات التعليمية ورسم السياسات الثقافية داخل المؤسسات التعليمية والثقافية هي مؤسسة القدس. ومن يقول أن البيانات الأزهر ومصر ومصر الأزهر تعبر عن شيء واحد وعن قضية واحدة ببعد وطني وديني وبعد قومي، يعبر عن هذه القضية المهمة جدا في تاريخ أمتنا. وأنا أعتقد أنها ميزة أن يخرج صوت الأزهر مع صوت الدولة المصرية، أعتقد أنها ميزة مهمة جدا بالتأكيد على أن الجميع يسعى إلى مصلحة فلسطين، إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني، إلى الاستماع إلى هذا الصوت الذي خرج المتظاهرون بالأمس ليعبروا بشكل سلمي عن هذه القضية بشكل إنساني وبشكل عربي. لا بد أن نتكاتف جميعا، ولا بد ألا نسعى إلى مثل هذه النعرات التي تفرق ولا تجمع. نحن في مرحلة تجميع ولسنا في مرحلة تفريق، نحن في مرحلة الجميع مطالب، حتى الأشخاص نعم العاديين مطالبين أن يعبروا عن مدى تضامنهم من الوقفة الإنسانية الفلسطينية الداخلية. لأن في الحقيقة من الذي يعبر عن قضايا فلسطين ومن الذي يقف غير مواطنين الداخل الفلسطيني؟ ممنوع إن حد يأتي من الخارج. كيف بأي إنسان عاقل يقول أننا لا بد ألا نتضامن مع مواطنين الداخل ومع وصلت الفلسطينيين؟ وجهة نظرك يا دكتور عبد الغني، بنشكرك. كنت معنا من القاهرة الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. نورتني يا دكتور، أهلا بك معنا.